كل جروح العشرينات بتتداوى لوحدها، بس جروح التلاتينات بتعلم وبتفضل، فبتديك دروس في حياتك. فترة العشرينات بتكون زي ما تكون كنت في غيبوبة كوما، وقمت فجأة وبدأت تشوف الحياة بشكل تاني خالص، لأن ده بيكون بسبب ان انت بدأت تعمل خبرات. قبل العشرينات ما بيبقاش فيه قرارات انت خدتها مصيرية وانت 16 17 18، ما بتبقاش قراراتك، فما بيكونش الموضوع مؤثر عليك في انك تدرك ان انت عملت شيء كان يجب تصحيحه. انت بتكون في بيئة وبتحاول تتعايش فيها ايا كانت البيئة دي. المؤسف في منطقتنا العربية ان بيعتبروا فترة الثلاثينات هي بداية فترة الشيخوخة، وده لسبب بسيط، ان احنا مبرمجين على جدول زمني مرتبط بمهام معينة في فترة زمنية محددة في منطقتنا العربية. والسبب تاني انك بتحس انك نشيط زي العشرينات والرقم بيخضك بتاع 30 او نخش 30، بتحس ان انت نشيط زي الفل، فبتستجيب ليه يعني ممكن المجتمع او التخويف من الرقم، بس الرقم ما يخوفش خالص. والله لو يخوف اقولك اجمل فترة شباب في حياتك الثلاثينات، أجمل فترة. اللي بيخلي كلمة 30 دي كبيرة مش إنها كبيرة، هو لسبب إدراكك لقيمة الوقت. يعني أنت بتبقى فترة طفولة كتير قوي ما بتبقاش فاكر منها حاجة، يعني فترة فلاش باك كده، بيبقى تفتكر مثلا موقف موقفين، لكن فترة الطفولة معظمها ما بتدركهاش، ففجأة تلاقي رقم 30 قدامك، فأنت ممكن ما تكونش حاسب مثلا السبع تمن سنين اللي أنت مش فاكر، ممكن مش فاكر 90% منهم، فبيتهيألك إن الوقت جرى بسرعة قوي، بس هو ما جراش بسرعة قوي، هو أنت في فترة كنت فيها يعني ما فيش مخ يعني عشان يكون ذكريات، بيبقى فلاش بس. أنا هنا عايز أقولك إن 99 من دروس حياتك ومعلوماتك وثقافتك ونجاحاتك هتكتسبها في الثلاثينات. أحلى علاقات وأحلى نسوان هتعرفها في الثلاثينات. فترة الثلاثينات لازم تخشها بحماس كبير قوي، أكبر من فترة العشرينات، لأنك ممكن تتفاجئ لو قلتلك إن دي فترة الشباب الحقيقي. يبقى أول غلطة ممكن نعتبرها موجودة في فترة الثلاثينات هي اعتقادك إنها بداية فترة الشيخوخة، دي لازم تشيلها من دماغك خالص. الغلطة التانية اللي ممكن تعملها في الثلاثينات الزواج من واحدة غير مناسبة، وتتضمن الحالات التالية: حالة تكون حاسس فيها بوحدة قاتلة وإمكانياتك في الوقت ده ممكن ما تجيبش غير هذا المستوى، أو واحدة متقبلها على مضض، أو عدم الثقة بالنفس وعدم المعرفة بطبيعة المرأة. كل ده ممكن يدفعك إنك تتجوز واحدة غير مثيرة بالنسبة لك لاعتقادك إنها تكفيك، ولأن البنت تبدو مش خطر بالنسبة لك كمشروع زواج. خلي بالك الست الوحشة بتجيب الفقر، زي ما سمعت كده، لأنها بتصد نفسك عن الحياة، بتصد نفسك عن المتعة، تبقى مش في جزء في حياتك كده معمول له بلوك، لا عارف تروح بره ولا عارف تشبع جوه، فانت سنجل بيبقى افضل بكتير. بس لو انت فعلا حاببها لشيء معين وانت راجل مثلا مش في دماغك الكلام ده، اتجوز. بس لو مش مثيره بالنسبه لك لازم تعرف ان الزواج علاقه ممله، هتمل قوي وهتكرهها، وده ممكن يدفعك للغلطه رقم 2 اللي هي ممكن تعملها لو توفرت الفلوس: الزوجه التانيه. دي الغلطة رقم 2. ساعات ما بتكونش أفضل طريقة لتقديم نفسك في الوقت ده لما تكون طالع مضطرب من زواج أولاني، بيخليك بتقدم نفسك بطريقة دونية شوية، فممكن تقدم على زواج الست بتكون ساعات شايفة نفسها أفضل منك، لأنك ممكن تقعد تحكي لها عن مساوئ الزوجة الأولانية. ممكن يكون بسبب إن الفلوس لو جرت في إيدك وجاذبيتك عليت وبتاع وبدأت الستات تقرب لك، انت بتعتقد ان دي فرصتك او ان انت واد جامد وبتاع، فتقدم على الموضوع ده. يعني هو السبب ده بيكون انت كبرت في شغلك، كبرت في وظيفتك، بقى عندك امكانيات، بقى عندك شقة، بقى عندك، غير وجود الزوجة الاولانية بيجذب ستات كتيرة. خلي بالك الستات بتنجذب للراجل المتزوج. لو انت مع زوجة انت مش مقتنع بيها من بداية الجواز هتروح تجري على التانية وانت جعان، وهتاخد مقلب عمرك. واحدة فيها كل المواصفات اللي ما كانتش موجودة في مراتك، الجمال والدلع
وبس صفر اخلاق. اهمال الرياضة والتغذية السليمة لانك بتعتقد ان انت ممكن تكون كبرت عن الموضوع ده، او ان عندك كسل يعني مش عايز تغير عادة من عاداتك الغذائية، او احتفاظ بعادات سيئة زي التدخين والكلام ده. الغلطة رقم 4، التبذير. لو جاتلك فلوس الفترة دي بتكون عايز تعوض اللي فاتك من العشرينات، بتجري على المكافأة. الفلوس لو ما تحطتش في مجالك اللي جايالك، الفلوس دي لازم هتخلص. يعني بتحطها في هدوم، بتحطها مش عارف في ايه، بتحطها في لايف ستايل، في مظاهر، في عربية زيادة عن حاجتك او زيادة عن البادجت بتاعتك، وتتربط في قسط جامد. حاول ما تعملش ده. الغلطة التانية، العند في مجال عمل مش بتاعك. اي مجال عمل مش شايف نفسك فيه بعد 20 سنة يبقى مجال فاشل ومش بتاعك، الا لو انت اخده لفترة مؤقتة لتدبير حالك للانتقال لمجال تاني. لو عايز تتأكد اسأل حد شاطر في المجال. حد شاطر مش معناه انه رقم واحد، خلي بالك، حد شاطر قوي في المجال اللي انت فيه. اقعد اسأله وقول له ايه رأيك فيا موضوعيا وانا هتقبل، شايف ان انا ممكن اكبر في المجال ده وايه اللي ناقصني، واقعد اتكلم معاه. ما تروحش لاشهر واحد او المسيطر. المسيطر بيبقى عنده مهارات ممكن يقول لك انت هايل حبيبي. لا، روح لواحد فاهم قوي بس مش اخد حقه، ده هيكون مفسر لك كل شيء فيك وفي اللي فوقك وفي اللي فوقك وفي اللي حواليك. رقم 7، تجاهل أهمية المال والثروة. بص، أي مجال بيحتاج في فترة وانت بتنمو فيه لمبلغ مادي معين عشان تتطور فيه، لو المبلغ ده مش متوفر معاك هيكون الفرق ما بين المبتدئ والبروفيشنال المحترف. لو المبلغ ده مش معاك هتفضل في منطقة المبتدئين طول عمرك، فخلي بالك من الفلوس. حاول تطارد الثروة وتكون محتفظ بمرتب ثابت. اقرأ عن البورصة، اقرأ عن الكريبتو، اقرأ عن حاجات مترقعة، مشروع زراعة فوق السطح، مشروع مش عارف مشروم. ابتدي وزع مصادر دخلك كده وظبط أمورك، عشان الفلوس هي اللي هتخليك تتجاوز مرحلة الأماتور المبتدئ وتخش في مرحلة البروفيشنال. ولو وقفت معاك على الفلوس، لو انت اشطر واحد هتركب. الغلطة التامنة، التركيز مع البنات قوي وان انت تعجبهم ويهتموا بيك، بيخليك تهتم بالمظاهر شوية اوفر. مش المظاهر بتاعت الجيمات ده حلو، لا، هو شراء هدوم كتير ولايف ستايل بتفرضه على نفسك عشان تبان في المجتمع. نفض للكلام ده خالص، اللي معجبة بيك هتجيلك. المشكلة دي عادة بتبقى مع السيجما، يعني غالبا بتبقى معاهم، لان بيبقى دايما اهدافه تخطيطية كده هيدن مخفية، دايما بيواجهوا المشاكل دي، ستات ساعات ما بتشوفهمش. بس لو قدمت نفسك كعريس هتعمل لك كشف حالة، ماشيها كشف حالة، لان اصلا انت لو متجوز واحدة ومعاشرها، لو انت مش ناجح هي بتتشكك في امكانياتك مهما كنت ألمعي وذكي. دايما كده تلاقي في حياة كل راجل كده من المشاهير واحدة كانت معاه، غالبا ما بقى ما فيش تعميم يعني، كانت معاه كده وقت الفقر كده وخلعت، وبعد كده حصل الفرج وبقى مع واحدة تانية. دي بتبقى ممكن مش مؤمنة بيه قوي، تتمرد، ما مش شايفة حاجة، وبعد كده بيوصل. وده لأسباب كتيرة، لأن الناس ما بتشوفش الأفكار بدام الأفكار دي ما زالت في دماغك. مسؤوليتك إنك تطلع أفكارك للنور، دي مسؤوليتك، مش مسؤولية الناس إنهم يخشوا جوه دماغك يعرفوا أنت بتفكر في إيه، فما تلومهمش. أعتقد ده أهم النقط اللي أنا شايفها ممكن تكون أخطاء بيعملوها الناس في فترة الثلاثينات وبتخسرهم وقت كتير قوي، بيخشوا فترة الاربعينات بيعرجوا. يعني خلي بالك من الموضوع ده. اتمنى الفيديو كان مفيد لكم النهاردة، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.